المباراة مباراة ثقافية، مباراة وعي. فإن رأيت أناسا نسبوا شكليا إلى الله ثم غلبوا ولم يغلبوا، فقول إن قولكم إننا جند الله وحزب الله كلام فيه مبالغة وفيه شك. اللي أقصده لما تقرأ القرآن إيه؟ أن النصر دائما شيء مفاجئ. اوعوا حد يضحك عليه، اوعوا تقعوا في الفخ، اوعوا تفرطوا في الشرعية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها الدلالات المهمة لحديث المسلم اللي هو سائق التوك توك. وهذا عهدنا بهذا الشعب المصري المسلم الواعي، وأقول الواعي. دلالات حديث هذا المسلم سائق التوك توك تكشف عن إيه؟ الشعب المصري المسلم طوال 60 سنة حكم عسكر، وكما سأوضح بالإحصائيات والأرقام، كان عنده درجة عالية من الوعي، وجاهز دائما للثورة، وجاهز دائما للإيه؟ للثورة ولتفكيك اقتلاع عسكر الصليب. ولكن مشكلته، مشكلة الشعب المصري المسلم، كانت تكمن في عدم وجود قيادة. حتى اليوم ما فيش قيادة، القيادة في أغلب الأحوال إما قيادة مغفلة مش فاهمة تودينا في داهية، أو قيادة عميلة وأمن ومخابرات. فضلا عن أن الشعب المصري المسلم لم يدرس عدوه، الشعب المصري المسلم لم يدرس العسكر، لم يدرس الكنيسة، لم يدرس دور السفارات الأجنبية داخل البلد والمنظمات الماسونية والمخابرات الأجنبية، لم يدرس علوم المخابرات. يعني أنت لو جيت تشوف في 60 سنة يا جماعة أن الشعب هو سائق التوك توك كله بهذا، غالبية الشعب بهذا الوعي وهذا الظهرة بعد الثورة في الانتخابات، كانت الناس بتقف طوابير قد إيه. إنما تعالى لما حصل انقلاب يوليو 1952، شوفوا أجدادنا لما عسكر الصليب انقضوا وقرروا أن هم يسرقوا البلد ويمنعوا إجراء الانتخابات، خرجت المظاهرات في القاهرة وحصروا قصر عابدين. ده دليل على وعي الشعب المصري المسلم آنذاك. ما الذي حدث يا سادة؟ جاء عبد القادر عودة بقى الله يرحمه، اللي هو كان قيادة آنذاك من الإخوان المسلمين، راجل ساذج، وضحكوا عليه وقال له اصرف هؤلاء الناس ومشيهم، ومشاهم وبعد كده قتلوه وقتلوا الشعب معه، وجابوا لنا البلهارسيا وبيرسي وفشلكلوا وباعوا السودان وضيعوا سوريا وضيعوا غزة وضيعوا سيناء، والنصارى عملوا الامبراطوريات بتاعتهم داخل البلد، الأديرة وما إلى ذلك من عهد جمال عبد الناصر. ده عشان القيادة إيه؟ قيادة ساذجة. إنما عبد القادر عودة لو القيادة هنا قيادة فاهمة يعني إيه دولة وحكم دولة وعلوم حكم الدول وعلوم المخابرات ودرس العدو العسكر الصليب هذا جيدا، كان عبد القادر عودة اللي هؤلاء الجماهير يلا امسكوا جمال عبد الناصر، ده محاكمة ميدانية وخلص. مش كان هذا لو في قائد بيفهم؟ لكن القائد ما كان راجل ساذج. لما تأتي في 60 سنة حكم عسكر يا سادة، نكتشف أنه في أي انتخابات نزيهة الشعب لم يختر العسكر أبدا. الشعب المصري المسلم طوال 60 سنة لم يختر العسكر أبدا، إنما كان دائما يختار الإسلام ويختار المسلمون، يختار المسلمين. هذا هو الشعب المصري المسلم. هل جمال عبد الناصر عمل في عهد انتخابات؟ أبدا. ليه؟ ولما تقرا مذكرات عبد اللطيف البغدادي وهو من نائب جمال عبد الناصر، انور السادات وهو كان نائب جمال عبد الناصر وبعد كده رئيس الحكم العسكري في فترته، وغيرهم وتوفيق، كله يتحدث عن السخط الشعبي الشديد على نظام حكم العسكر في عهد جمال عبد الناصر، لدرجه ان جمال عبد الناصر عمل استفتاء، نصب نفسه رئيسا للجمهوريه ثم طلب من الشعب استفتاء عليه على نفسه. يعني جمال عبد الناصر ما دخلش قبله حد. ولذلك من الأكاذيب، أنا لما رجعت مذكرات القادة العسكريين اللي هم مع أعوان جمال عبد الناصر كلهم يتحدثون عن تخوفهم من قيام ثورة شعبية تقتلع حكم عسكر الصليب. لذلك لما حصل جنازة النحاس باشا في القاهرة في عهد جمال عبد الناصر، كل الجماهير خرجت وراء النحاس، والنحاس كان عميل، ولكن الناس من شدة كراهيتها لعسكر الصليب. يا جماعة في عهد المقبور جمال عبد الناصر ابن حارة اليهود هذا
كان الشعب المصري المسلم بيقف بالطوابير عشان يسكنوا السكر وكانوا الزيت والسمنة والمش عارف ايه، بتتكلم في ايه؟ فبالتالي الذي حدث انه لم يحدث اي انتخابات في عهد جمال عبد الناصر، لانه يعلم ان الشعب لن يأتي به. لا جمال عبد الناصر سمح بحد ترشح باله ولا سمح بانتخابات في البرلمان. ولذلك لما حصلت نكسة 67 وخرجت المظاهرات في الشوارع، انا قرات لاحمد فؤاد نجم قال لك احنا كنا في حاله ذهول وليس تأييد لجمال عبد الناصر. اي هم شحنوا ناس عملاء من المحافظات الى القاهره، وهذا ما قاله اللواء جمال حماد في شهادته على العصر مع احمد منصور، كان محافظ كفر الشيخ في ذلك الوقت. ولكن هو احمد فؤاد نجم اللي هو الشاعر الشيوعي الذي توفى قال في مذكراته الفجومي، قال احنا ذهبنا لاتجاه القصر الجمهوري في حدائق القبه ولا في المنشيت البكري، فيقول فوجئنا بانه جمال عبد الناصر ضربوا مضادات الطيران في الهواء كي يخفونا فخفنا وطلعنا نجري. 68 لما قامت المظاهرات في القاهرة ضد المقبور جمال عبد الناصر، ما الذي حدث؟ أمر قائد سلاح القوات الجوية بضرب الطلبة والمظاهرات في الشوارع. هذه الحقيقة، شعب يكره حكم العسكر. لكن المشكلة إيه؟ أنه لم تكن هناك قيادة. يعني أنت لما تشوف لما عسكر سيطر على عبد القادر عوضة وقيادات الإخوان المسلمين، هنا العسكر جمال عبد الناصر الرازي امنوا الا تحدث ثوره ضده، والشعب بيكرهها ولكن هذا الشعب مبعثر. اثنين، قياده الاخوان رخرة تفككت، وجماعه الاخوان المسلمين في ذلك الوقت تفككت وتبخرت وانتهت. اقروا سراديب الشيطان لاحمد رائف، واقروا ايضا البوابه السوداء لاحمد رائف، وهو يقول لك الصوره. واقرا للاستاذ عبد المجيد احمد عبد المجيد، كان من قادات التنظيم العسكري لسيد قطب الله يرحمه. سيد قطب الله يرحمه خرج من السجن، قرر انه يكون تنظيم مسلح يتصدى لعسكر الصليب، وقام بالفعل بعمل هذا التنظيم المسلح. وراح من الناس من الاخوان يقولوا للمرشد نبلغ المباحث في سيد قطب لانه هيودينا في 60 ده. المهم تنظيم سيد قطب فشل بسبب ايه بقى؟ بسبب انه سواء سيد قطب الله يرحمه ومن معه لم يدرسوا علوم المخابرات. ما هو انت داخل في معركه، مين عدوك في المعركه؟ الامن والمخابرات. يبقى انا لابد اكون دارس الناس بتتصرف المخابرات بتشتغل ازاي. عدو العسكر لابد ادرس العسكر. طيب فبالتالي هذه نقطه الخلل اللي حدثت عند سيد قطب. احنا بنقول ظروفه كانت صعبه لانه خرج من السجن قعد شهرين اتنين، هو راجل اديب ومفكر عالم اسلامي كبير، لكن لم يتح له انه الوقت. طبعا ما فيش شخص، وهو مفروض ان واحد في ناس في مجال السياسه وناس في مجال التاريخ وناس في مجال العقيده وناس في مجال الكنيسه وناس في مجال علوم المخابرات وناس في مجال كذا وناس في مجال كذا وناس في مجال كذا. المهم يحسب لسيد قطب الله يرحمه انه حاول، يعني سيد قطب حاول. المهم لما حصلت هزيمه 67 لا توجد قياده، يعني لو في قياده صحيحه في ذلك، قياده مسلمه صحيحه معارضه كانت جمعت الشعب. تخيل ان عبد الناصر ما كانش في دبابات تحمل قصر الجمهوري بتاعه لما حصلت النكسه، كل الدبابات اتدمرت. راح الروس بعتوا له 70 دبابه يحرسوا القصر الجمهوري انه خايفين من الشعب. فلو كان فيه قياده معارضه سليمه وصحيحه ومخلصه لوجه الله كانت نفخت في طيارته. لما تاتي الانور السادات نفس الوضع، مظاهرات الطلبه القاهره 71 و72 كانت مظاهرات ايه؟ شديده جدا. فين القياده بقى اللي تستثمر هذا الغضب الشعبي وتقتلع عسكر الصليب؟ لا يوجد. 77 يعني انت السادات عمل حرب اكتوبر، وبعدها بثلاث سنين اربع سنين حصل بدا الغضب الشعبي. وزارات 77 وما بعدها، وحتى السادات طوال حكمه لم يسمح لاحد بان يترشح باله، لانه عارف انه لو سمح هيسقط انور السادات، ولو سمح هيرسب العسكر. ما انا بقول لك وزار انتخابات البرلمان 79. فالذي حدث وجاءت الغليان سنه 1981 اعتقالات سبتمبر، اهو بقى الناس اللي بتقول لك اصطفاف والتفاف من المجموعة العلمانية ومن لف لفها. طب ما هو في سبتمبر 1981 المسيحيين كانوا ضد أنور السادات، الجماعات الطيار الجهادي الإسلامي أنور السادات، الطيار الإسلامي التقليدي الإخوان المسلمين والجماعة اللي هم بقول لك السلمية والاستسلامية كانوا مع أنور السادات، ضد أنور السادات، الشيوعيين ضد أنور السادات، كل الناس كانت ضد أنور السادات، مسيحي على شيوعي على مسلم على علماني على كل ملة. لماذا لم يسقط أنور السادات؟ ما حدش اقتلع أنور السادات خالص. لماذا؟ لعدم وجود قيادة. قيادة مش فاهمة يعني ايه الظرف ويعني كذا. ناس تقول لك انه والله حصل استيلاء على مديرية امن اسود وكذا. انا سمعت شهادات بعض الذين كانوا في هذه الفترة، هم كانوا شباب صغير السن 25 سنة 26 سنة، لم يكن عندهم رؤية
وممكن اتناول ذلك في حلقه اخرى. يعني سمعت منتصر ازاي بيقول لك احنا كنا قاعدين مستخبين في شقه في اسوان؟ منتصر ازاي بيحكي في علاقات الجزيره في برنامج الجريمه السياسيه اغتيال انور السادات، كنا قاعدين في شقه في اسوان هربانين فيها مستنين على التلفزيون خبر مقتل السادات. يعني خالد الصبولي والومان معه الجمهوريه كلها كانت عارفه ان السادات هيتقتل النهارده. تخيل واحد قاعد في اسوان عارف ان السادات هيتقتل في القاهره بيقول لك كلها كان متعمم علينا ان السادات هيتقتل النهارده. يبقى دي ناس عندها قالب بقى اجراءات امنيه مفيش خالص. لما تاتي العهد جمال حسني مبارك، احنا 30 سنه في عهد حسني مبارك لم يفز الحزب الوثني العلماني او نظام مبارك في انتخابات حره ونزيهه. لما الاخوان دخلوا في 2005 رشحوا 150 مرشح فاز منهم بعد التزوير 88 مرشح. يعني الشعب طوال لما حصلت ثوره يناير ما الذي حدث؟ الشعب المصري المسلم انتخب التيار الاسلامي في كل الانتخابات. هتقولي مره في 60 سنه الشعب انتخب العلمانيين، العلمانيين سواء كانوا شله العلمانيين المدنيين او شله العلمانيين العسكريين العسكر الصليب يعني. ابدا. الشعب المصري المسلم والحمد لله عاد الاسلام من فتره طويله. تمام؟ بعد الاحتلال الانجليزي الحمد لله استيقظ. فالذي حدث هنا ايه؟ انه في كل مره كنا نفتقد القياده. لما دار حزم صلاح ابو اسماعيل هذا الاسد المجاهد ماذا حدث؟ الشعب كله التف حواليه وهو راجل ملتحي وقال هطبق الشريعه و و و الخطاب الاسلامي الصافي بدون مواربه ولا مداراه ولا مداهنه للعلمانيين والشيوعيين والخمرجيه والحشين ابدا. الشعب كله غير السافرات قبل المحجبات، اللي بيروحوا الكبرهات قبل اللي قاعدين في المساجد. هذا يدل ان الشعب المصري المسلم فطرته سليمه. احنا شفنا ده، انا واحد والله من حمد حزم صلاح ابو اسماعيل قال لي واحد صاحب كباريه في الهرم كان بيطبع بوسترات لحزم صلاح ابو اسماعيل منه نفسه. فالمدير حملة حزم ابو اسماعيل في الهرم بيقول لي بقول له ليه انت بتاع كباريه؟ قال لي عاوز ربنا يتوب عليا. تخيل، حتى العصاة يريدون ان يتوبوا لكن القيادات لا تريد ان تساعدهم. هذه هي الحقيقة المرة التي يجب ان نصارح الناس بها، ان في شخصيات تقود مش عاوزة الناس تنصلح حالها. عاوز القيادات تقول الشعب وسخ والشعب وسخ والشعب وسخ، انما القيادات زي الفل، القيادات مش فاشلة ولا القيادات فيها ناس شغالة لحساب الامن ولا حاجة، لا 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 لا، هو الشعب اللي وحش. ولذلك يعني في انتخابات الرئاسة يا راجل الاخوان المسلمين، احنا كنا نعرف حزم ابو اسماعيل ونعرف خيرت الشاطر، رشحونا شخص لا نعرفه اللي هو محمد مرسي. انا ما كنتش اعرف مين محمد مرسي وانا صحفي وفي القاهرة، وكان عضو البرلمان قبلها بس حتى ما هو في الدوره البرلمانيه لك 500 عضو، يعني دماغ ده افطر. ولا احد، مين كان يعرف محمد مرسي؟ حتى انا اتصلت بعمين الاستاذ عبد المصطفى محامي الاخوان المسلمين، قلت له رشحه بديل لخيرت الشاطر حتى لو استبعدوا خيرت. قال لي مش هينفع ارشح دكتور مرسي. قلت له مين محمد؟ رئيس الحزب. قلت له لا، ده الناس في لسه في الحواري والبلد والقرى هيقعدوا يشوفوا مين محمد مرسي، لسه هحفظهم اسم محمد مرسي. كان فاضل ثلاث اسابيع على الانتخابات. قلت له رشح الدكتور سعد الكتتني، الناس عارفه ان في واحد اسمه سعد الكتتني. فجاء الاخوان ورشحوا لنا شخص لا نعرفه اصلا، وقالوا لنا اللي انتم مش عارفينه اهو انتخبوه. 52% من الشعب قال لهم سمعا وطاعه يا قيادات الاخوان، وبصمنا ورحنا انتخبنا الرئيس مرسي. وانا انتخبت الرئيس مرسي وانا لا اعرفه، انما كنت انتخب الاخوان المسلمين. لما حصل الانقلاب العسكري الشعب المصري المسلم خرج ايه؟ طوفان بشري في كل القرى والمحافظات والمدن. الطوفان ده كان يقتلع وزاره الدفاع ويقتلع المخابرات ويقتلع عسكر الصليب اينما كانوا. من الذي حمى عسكر الصليب؟ القيادات. من اللي واقف وقال لا ما تنزلوش العساكر من على الدبابات؟ القيادات. من النهارده اللي واقف يشيد بيقول لك ان حرب اكتوبر انتصار ويزيف التاريخ رغم انها كانت هزيمه؟ القنوات التي تزعم انها ضد العسكر. من الذي يقول للشعب ان في مصر جيش ويجب ان نحافظ عليه؟ هذه القيادات. جيش فين؟ والعيال العساكر مش عارفه تحمي نفسها. اذا مشكلتنا يا ساده مشكله في قيادات هي تقدس العسكر، من اعماقها تقدس العسكر. لذلك انتم شاهدتوني في بعض اللقاءات في قنوات الضلال هذه ما كنت اخرج وما كنتش وسخه كده يعني، انما كانت قول اللي كانوا قائمين في ذلك الوقت عن حسن نيه، وتقول العسكر تتكلم عن كان بيحصل لهم تشنج كانك شتمت المذيع من دول. هذه هي الحقيقه. فبالتالي لما نيجي ندرس في الستين سنه، ستين سنه الماضيه، الخلل فين؟ الخلل انه لا توجد عندنا قياده،
ولا يوجد دراسة لعلوم المخابرات ودراسة للعدل، العسكر، النصارى، الماسونية، الكنيسة العلمانية، التنظيمات الشيوعية، السفارات الأجنبية، النشاط الأجنبي في البلد، النشاط الاقتصادي. احنا مش هم العدو، عدونا ضعيف ولكنه درس المجتمع كويس. احنا أقوياء وكثر ولكن نجهل خريطة العدو. عارف انت 1000 واحد ماشيين في الشارع، واحد مستخبي في عمارة طلع بمسدس رشهم موته، هم أكثر منه يطلعوا روح أبوه، ولكن هو عارف ان هم جايين، لكن هم لا يعلمون، ليس عندهم معلومات، ما فيش مخابرات عندهم. لو كانوا خلوا واحد ولا اثنين مخابرات يستكشف الدنيا كانوا مسكوه. هذا هو الخلل. طب هو احنا ليه ما عندناش قيادات؟ لانه كلما ظهرت قياده عسكر الصليب قتلوها. يعني ظهر لك مثلا الشهيد محمد كمال الله يرحمه قتلوه، القائد الثوره الاسلاميه في مصر، قال لك سيد قطب الله يرحمه قتلوه، ظهر لك حسن البنا قتلوه، ظهر لك فلان وفلان قتلوه. لماذا قتلوه؟ لان احنا لم ندرس علوم المخابرات. يعني المفروض ندرس الاول المخابرات دي بتشتغل ازاي. فلو سائق التوك توك هذا درس علوم المخابرات، هو او غيره او اي حد مننا تفرغ لهذا الامر وظل يدرس ويتم تعميم هذا العلم على كل الشعب المصري المسلم. وفي تركيا يجري هذا، انا بشوف في المسلسلات بيجري تعميم هذا في المسلسلات التركيه عشان الشعب يبقى فاهم المخابرات الاجنبيه بتلعب في البلد ازاي. الشعب كله متيقظ، الشعب كله بيدافع عن بلده، انما احنا مفيش قناه الضلال شغاله في الرقص والموسيقى والمزيكا. تمام. فبالتالي اذا درس الشعب المصري المسلم علوم المخابرات ودرس العسكر والكنيسه، والله مش هقول لكم حكم العسكر هيسقط في شهر، هتطلع لنا بقى امريكا وروسيا زي اللي حصل في سوريا كده. ما هو اذا النقطه البياد الروس والامريكان يجوا عاوزين يقتلونا يجوا يقتلونا، هم عاوزين يجوا يقوموا الدولة الصليبية النصرانية بنفسهم يجوا. بس النهارده لو لم تقم ثورة في سوريا، لو المسلمين في سوريا لم يقوموا بثورة، كان زمان سوريا خالصة مشفية للشيعة، وكان زمان تركيا قسمت، وكان زمان الشيعة دخلوا في مكة حاليا. إنما ثورة المسلمين في سوريا تقف حق الصد ضد استيلاء الشيعة على مصر، وضد استيلاء الشيعة على الحجاز ومكة، وضد استيلاء الشيعة على تركيا المسلمة. فاحنا تحية للمسلمين الذين يقاتلون الآن ضد المجوس وضد الشيعة. أرجو أن تكون الصورة واضحة مشاهدينا، عدم الممنة بعلوم المخابرات، عدم دراستنا للعدو وتحركاته وشبكة التداخلات الخاصة به، هذه سببت أن شوية عدو هش وضعيف يهزمنا بهذا المنظر. أرجو أن تكون رسالة سائق التوك توك قد وصلت لنا جميعا. نحن أقوياء، نحن مسلمون، نحن لدينا وعي ينقصنا خبرات في بعض المجالات يجب أن نكملها فورا، فهي كلنا ننشر علوم المخابرات. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.